اسمك عمي انت؟ انا عبد الرحمن معيوف المزيناني الودناني. يس نعم. وهذا عبد الله عطلنا الدرش. نعم هذا برضه لاعب معنا الفريق اللي جاء. طبعا اعطينا فكره عم عبد الرحمن. لا يا عم الحال هناك يا عم عبد الرحمن الرئيس وفي هذا صاروخ. ها اول ما بديت تلعب في اي نادي؟ اول ما بديت تلعب احنا تبعنا التضامن. التضامن وقتها ايش كان فيه؟ تضامن وايش؟ ها وثقيف. وثقيف اي هذول النور. التضامن مين ماسكه؟ مين مديره؟ عارف عندنا مدير. اللعيبه مين؟ من مهب ودب. لا لا الزويد سلطان بن سنان. كنت لاعب ناس كبار عشان انا صغير. اي اجيب ناس كبار العبهم انا. اي تعرف اللاعب اذا كان هذا له شخصيه كان إيه هو صغر. إيه لعبه حسب لعبه. انت كان محترف وقتها. هذا انا اجمع. نعم. عندي فنايل عندي هذا. إيه واسوي مباريات عبد الرحمن بن سعود. ايام عبد الرحمن بن سعود ماسك قروه هناك. إيه احنا الركبان اسمه الركبان. اي شبرا 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 بستان براس. نعم احنا من وراء احنا الهاتف صار. هي كمل اللعيبه من هم اللي كنت تجيبهم زي ما عدلك كثير يعني اللي تذكر اللي قلت حامد الصومالي ولا لا؟ ايوه ايوه حامد الصومالي سالم اسماعيل. سالم اسماعيل مسيب الجعيل اللي صار حكم ومات يعني معاكم هو في جيلكم. ايوه احنا ايه كنا ايه من لعيبه مسيب الجعيل جابر جابر هذاك اللي مسك حك اللي مسك بعدين دله شو اسمه الجعيل. لا هذاك عبد الرحمن جعيل هذاك. لا قبلكم ثقيف. اما قبل ولا ثقيف كان هو من جيلكم يعني؟ لا لا اكبر اكبر اكبر. الزويد معاكم؟ ها الزويد ايوه الزويد من الفرقه حقتي. ايوه انا اقول لك زي هذول الفرقات. ايوه هم معانا. عندك عبد الله عبد الله معاكم برضه؟ لا لا عبد الرحمن الجعيد اللي يقول عبد الرحمن الجعيد يلعب وج هذا سابق وج الاول. هي وج الاول ايام عناية. ايوه ايام وج والكوكب. كواكب هو اول نادي كان في طارق عبد الله. طب اعطينا من الذكريات حقت الكوره وقتها يعني عبد الله. كنا نلعب الله يرحمه نلعب بالخروق. ايوه الخرده اللي نلفها كوره في الشارع. هذا اسم عن عبد الرحمن. ايش اسم الكوره هذه؟ كجه ولا ايش اسمها؟ دجه. الدجه تعرف الدجه طريق المثنى؟ اي بس عاد يوم اشتغلت عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن يوم لعبتوا في النادي قلتوا خلاص في كوره وتلبسوا ابوات وحلاين خلاص احترفتوا. كله على حسابه. احترفتوا كله على حسابه. ما احد يصرف علينا مليار. نعم. هل كان مقر فيه للنادي مثلا؟ تضامن؟ ما في. حاول عند عبد الله برعي. عبد الله برعي هو اللي الكازينو حقه. ايه نروح جهه المثنى. كازينو في المثنى حقه؟ ايوه انت رايح من يوم تتعدى مستشفى الاطفال. ايه ما في مستشفى الاطفال. ايه نعم اللي فوق. ايه كان نادي هناك برحة كان برحة. هلا أبو شرف يا مرحبا. أيوة كنا نجمع عنده ونلعب تلعب أيام بينا أرضية قدام ماضي أدي بدريس ما أدي بدريس اللي دحين كان أيه أنا كان محمود زميرلي لا عبد العزيز عبد العزيز اليماني كان يلعب معاكم؟ كنت بهدله. كان يلعب تنس؟ انا كنت لاعب تنس قرمش قرمش يلا تعال عندنا اللاعب المضبوط عبد الله بن احمد. عبد الله ايه؟ با محفوظ. عبد الله بن محفوظ اخو احمد اخو محمد اخو محمد. لا انا وياه متنافسين. هو في سنكم؟ ايوه سنكم عبد الله بن محفوظ. شوف عبد الله يروح مكة اللاعب الكبير اخو محمد حق مخبز هدية يعني. ايوه ايوه جدة ياخذوا يلعبون معاه في جدة. ما نعبد العزيز ها يلعبوا فين؟ كمل جدة ايوه يلعبون. ايوه بعدين يغلبهم تحديات. ايوه عبد الله فنان فنان انا اقطع. ايه كيف اقطع يعني؟ يعني كذا ارد الكوره ما اعرف زي عبد الله. عبد الله يصير كذا. اه في التنس قصدك انت؟ يعني هو كان حريف في التنس مو في الكوره قدم. لا في التنس. في التنس بن محفوظ. من عبد الله. عبد الله بن محفوظ. عبد الله كنت انا وياه متنافسين على دائما على البطولات.
سووا بطولات النادي وهذا نادي التضامن لا نادي التعاون تعاون مو تضامن لا لا تعاون اللي هو ماسكو البرعي هذا اللي اسسه الاستاذ ابراهيم برعي الاستاذ ابراهيم برعي اسس الكازينو هو في الاول بعدين سوى كبر عباره عن نادي في ملعب كوره شغال سعيد وقتها كان ايش الأندية اللي فيه؟ فيه التضامن وثقيف ثقيف مع التعاون مع التعاون التضامن مين كان فيه وقتها؟ التضامن كان فيه الدهلوي ماسكو يعني ما كان ضابط ماسكو حقك لا لا اخوه صغير لا ضابط مين اسمه تركي اسمه ترس النادي طاهر عبد الجبار عبد اللطيف لا غير طاهر هذول سكرتاريه لكن هي رئيس النادي ايش اسمه يا شيخ حبيب الدهلوي يكتب الجريده لا ايش اسمه الدهلوي عدنان ايمن مغيش ايمن حبيب لا في اسم واحد انا خلي عليه عناية وقتها ثقيف مين كان ماسكو محمود بردين نادي الاهلي هذا في الخليج عند المقبرة حقة المعلاة موقعه مقره وفي بطولة تنس ويلعب قدم مع اللي كان موجود عندنا اللي يجيبون هذا مرعي واخوه حامد من مكة يعني شوية ملحوسين يعني كانوا عيال عنقاوي يعني يحبوا الضحك والهذا بس لا هذول يجيبون اللعيبه من مكه يجون حبشي ما حبشي عالم تجي من مكه لعيبه كبار يلعبون عندنا في الطايف شبره ايوه بس عاد هو الرئيس يسمونه الرئيس هو مرعي معاه اخوه حامد يجيب فاروق عشان تباريكو تمارينا بعدين مسموع كلامه يجيك يا لا من مكة انت دخل؟ ايه من جيبه يا ابويا كان الاستاذ زاهي القدسي الاستاذ زاهي القدسي تعرفه ايه نعم ايه معلم الأهلي. هذا اللي اقول لك عليه رئيس النادي الاهلي اللي هو المعلق الرياض الله يرحمه نعم كان رئيس النادي الاهلي ويطلع بالسرية يدور يعني يجوا عند يلعبوا مباريات مباريات يعني من ضمنها عيال اللبان ما كانوا يعرفون يلعبوا عيال اللبان يجون عنده بس ما هم لعيبة بعدين صاروا لعيبة قلنا ان عندنا يعني جنون من حقنا الوحده من حقنا الكبش ومن كبش ونجونا عندهم بس كان في الصيفيه عندكم يجوا مثلا الانديه اللي من الرياض اللي من جده يطلعوا اكيد كان يقام دوري يقام اي حاجه بس واحد سنه اظن قام دوري المصيف شاركتوا يعني انتم؟ لا احنا صغار ها؟ صغار انتخابات انا فريقنا صغار اي مو زي لا مو زي فريق التضامن وثقيف لا كان اللي هو طلال العنقاوي يعني كانكم درجه ثانيه في الطائف ايوه كان اللي هو طلال العنقاوي وسامي عنقاوي اخوه اللي هو حق هذا كانوا يطلعوا مع الاستاذ زايد قدسي ايام الصيفيه يجوا دائما مقرب نادي التعاون واحد اسمه حسين فلمبان حسين فلمبان ايوه هذول ابطال في تنس الطاوله ايوه واحد يقولوا عقيل احمد عقيل مدري كذا اسمه زي كذا واحد اسمه احمد نايف الحرم هذول كلهم كانوا يجوا نادي التعاون يلعبوا بالصيفيه يسووا مباريات يعني بين الحين مع استاذ عبد العزيز اليماني يعني مثلا انت ما انك يعني في محترف في تنس الطاوله قديما مين اللي كانوا محترفين يعني قبلكم وفي جيلكم يعني قبل انا ما اذكر ما تذكر اسماء لما طلعنا نحن تفوقنا عليهم فوقتوا عليه كانوا يلعبوا قبلنا في واحد اسمه الاستاذ احمد عبد الهادي كان يلعب تعرف الاستاذ احمد والثاني ما ادري نسيت اسمه سعيد مصري كانوا يلعب تنس طاوله نحن جينا انا وعبد الله محفوظ واسامه مجيد اسامه مجيد هذا الضابط اسامه ايوه اخو محمد سعيد نعم هذول لعيبه احتكرنا البطوله
احتكرنا البطولة حقت التنس فين؟ في الطائف ولا في منطقة؟ نعم الطائف، هذا الكلام في الطائف. نعم. بعدين طبعا على مستوى المدارس دائما يصير منافسة بيننا وبين دار التوحيد. ايه دار التوحيد والمتوسطة الثانوية. ايه انا اخذ بطولتها عليهم يعني بناء. ايه طلعت الثانوية لحقت عبد الله المحمود. ايه صرنا نتنافس على البطولة. ايه ذيك السنة ونحن في اظن ثانية ثانوي. ايه طبعا سووا اخذت بطولة الطائف، بعدين ارسلوني اخذت بطولة الغربية. ايه اخذت بطولة الغربية بتنس الطاولة. تنس الطاولة. بعدين من الغربية رحت الرياض. ايه اخذت بطولة المملكة على تنس الطاولة. ايه بتنس الطاولة. ايه انا ما اخذت غير الثلاثة دول الجيل اللي بعده وما تعرف احد الاسماء. اللي بعد ربيع سليمان دلولي. ايه يلعب. ايه الخولاني ايش اسمه ما ضيعت اسمه. ايه سليمان دلولي الخولاني. تقريبا هذول اللي تحفظ اسماء. بس اذكر كمان فؤاد حلبي. ايه فؤاد يلعب ها؟ كان يلعب بيهم. كان يلعب معانا هذا فؤاد حلبي، علي حريري. طيب استاذ عبد العزيز ممارستكم ليها في النادي فقط، مثلا ما كان عندكم في الحاره عند واحد من اصحابكم طاوله تمارسوها ولا بس في النادي؟ لا في الانديه هذه. في الانديه فقط. الكافيتيريا كانت في كافيتيريا حقت عمر هذه اللي برعت المزاج. ها؟ الحوتل. كافيتيريا الحوتل. عمر الحوتل. عمر الحوتل. فيها طاولات تنس وفرفر. طاولة تنس وفرفر. ايوه وبلياردو. هذا ايه عبارة عن وهذا وشاهي وشاهي. ايه نجمة برضو ما كان فيها؟ ايش؟ ولا نجمة بعدكم؟ لا 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 نجمة لا بعدين لسه. نجمة مدرسة يعني ما لها علاقة. لا لا حدائق نجمة. ايه حدائق نجمة لا هذه بعدين. ايه بعدين احمد جزائر. لان اذكر انا برضو في شارع البخارية كانت صالة السينما بعدها كان فيه نادي. كان فيه نادي مؤسسه خلف. جمع. جمع. ايه كان في سينما وكان في صالة طاولة. طاولة. شارع البخارية صح؟ إيه قبل عتاية. ثلاثة صالات كانت ثلاثة صالات سينما. لا هذا أبو الروس عواد أبو الروس. لا تقريبا على أول سينما ولا تنس. اسمه عمري عبد الله عطلة قرش. كان يلعب معاكم في التعاون ها؟ ايش يلعب مثلا؟ ايش كان يعني في اي جون؟ ايه احنا ما عندنا تخصص كله ها؟ كله راس حربه الا حارس ها؟ الا حارس ما تبغى. لا حارس ما حد يبغى حارس. اديب. اديب ايش؟ اديب ادريس كان هو الحارس. ايوه هذا فنان. هذا حارس التعاون. ايوه ايوه حارس على مستوى كامل. بالله؟ هو نايل الكريم. هو نايل 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 نايل